الرحيم. متابعينا مشاهدينا الكرام في كل مكان، احييكم وارحب بحضراتكم اجمل ترحيب واطيب تحية في هذه اللحظات وفي اول ايام مركاض الشهنية الذي يقام في هذا الاسبوع. في هذه اللحظات التي تسبق البداية نتقدم بالشكر الجزيل لجميع الرجال الداعمين لهذا المركاض الذي أقيم باسم مركاض الشهنية، تلك الذلول التي أبدعت داخل ميادين المملكة العربية السعودية وخارجها، أبدعت وأمتعت جماهيرها. متابعينا الكرام، نتريع وياكم لحظات انطلاقة هذا الشوط، الشوط الرئيسي والأول وشوط الكاس، شوط حساس، شوط اجتمعت في هذه الأسماء القوية والرنانة التي تبحث عن الفوز وتبحث عن الناموس. طالما بحثوا ملاك الهجن في هذا الميدان عن الناموس الوحيد والمشرف في هذا الشوط، انضمت 11 اسما للمشاركة في هذا المركاض وفي هذا الشوط بالتحديد الذي يجمع الابكار والقعدان الاجداع من مسافة 6 كيلومترات. شوط سنرى فيه القوة والاثارة. متابعينا الكرام، ينطلق في هذه اللحظات على بركة الله وتوفيقه، اندفعت هذه الذلل الجميلة، اندفعت هذه الشعارات الزاهية والملونة لأرضية ميدان منطقة تبوك. انطلق شوط الأشواط، انطلق شوط الكاس، الكاس الكاس، الله الله، يا سلام يا سلام يا سلام. اندفعت هذه الأسماء القوية والرنانة للبحث عن الناموس، للبحث عن المجد والتتويج. الله يا سلام، أتقدم مع المركز الأول، مع من تتقدم هنا، من تحمل الرقم 1 وفي المكان الأول والصحيح هنا شعلة وضيف الله بن ساعد الخضري على مقدمة الشوط مع شعلة، ولكن هنا تتقدم وتخطف الصدارة والمركز الأول. هنا نتابع موجة يا موجة، ونايف بن عود الأحوطي يقدم موجة، والخوف من موجة. متابعين الكرام، صاحبة الإنجازات وصاحبة أشواط رئيسية وقوية وتواقيت مميزة على أرضية هذا الميدان وعلى خارج أرضية هذا الميدان. من انضمت في هذه اللحظات للكوكب الثلاثية القوية؟ يا سلام، هنا أماني تتقدم مع عبد العزيز بن محمد البلوي. من يقدم أماني؟ من تحمل الأماني وتحمل التطلعات وتحمل الكاس الذي ينتظر؟ المركز الرابع، وصل القاضي، وصل توفيق بن عبد الله البلوي. من يقدم لنا في هذه اللحظات؟ ناصي يا ناصي يتقدم مع المركز الرابع. المركز الخامس، القادمة وزن، تتقدم وزن ويتقدم المميز، يتقدم صالح بن بني البلوي، يدفع بأحد الأسماء القوية والمرشحة لانتزاع هذا الشوط. يا سلام، انطلقت في هذه اللحظات من المركز الخامس إلى المركز الرابع. الله يا وزن، وزن في رصيدها سيارة وأشواط رئيسية، انضمت إلى كوكبتي في هذه اللحظات مع المراكز المتقدمة. أعود مع المركز الأول، أعود مع الصدارة، مع شعلة التي أشعلت المنافسة مبكرا على مقدمة الشوط.
ولكن صاحبة السيارات وصاحبة الأشواط الرئيسية وصاحبة الصولات وصاحبة الجولات. الله يا وزن 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 من الوزن الثقيل من العيار الثقيل تتقدم على مقدمة الشوط القادم في هذه اللحظات. أحمد بن دخيل الله البلوي من يقدم لنا في هذه اللحظات الأرقب يتقدم أيضا. هذا في رصيد أشواط رئيسية في رصيد سجلات في رصيد إنجازات عملاقة وقوية. انضم معنا في المركز الثاني المركز الثالث القادم سلاب وعبد الرحمن بن عبد الله البلوي يتقدم مع المركز الثالث. والله كل أسماء قوية متابعين الكرام وفي سجلاتها إنجازات قوية وحافلة بالإنجازات. يا سلام يا سلام موجة قادمة ونايف بن عودة الحويطي القادم مع المركز الرابع المركز الخامس. هنا أماني وعبد العزيز بن محمد البلوي يتقدم مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة للخمس المراكز الأولى والباحثون عن الناموس وعن الكوس متابعين الكرام الذي ينتظر خلف خط النهاية اسم وحيد وشعار واحد سيحظى بالكوس الكوس الكوس هنالك يلمع خلف خط النهاية ووزن تسيطر مع مقدمة الشوط وصالح بن بني البلوي حامل ترشيح عاطف بن زيدان البلوي من يرشح وزن انطلقت في هذه اللحظات انطلاقها قوي وسليم والأداء أكثر من رائع حتى هذه اللحظات مع المميز ومع نجم الموسم صالح بن بني البلوي. ولكن هنا في المتابعة القوية في المتابعة القوية يتقدم الأركب ويتقدم في هذه اللحظات أحمد بن دخيل الله البلوي. لكن وصلت موجة 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 انطلقت بسرعة وقوة الأمواج. هنا تنطلق مع نايف بن عودة الأحويطي يقدم موجة ومخرجنا العزيز أحمد الرضا من يقدم من يرشح لنا في هذه اللحظات موجة. ولكن أماني أماني انطلقت مع المركز الرابع أماني في هذه اللحظات مع عبد العزيز بن محمد بن عبد الله البلوي يقدم أماني والسلاب سالب الفوز يتقدم دائما مع المراكز المتقدمة وعبد الرحمن ويتقدم عبد الرحمن بن عبد الله البلوي. يا سلام يا الأسماء القادمة في هذا الشوط ووزن نعود مع وزن وزن انطلقت مع مقدمة الشوط مبكرا في هذا الشوط. يا سلام يا سلام عينها على الكاس عينها على الكاس حتى هذه اللحظات والناموس ينتظر خلف خط النهاية ووزن هي الأقرب إلى الفوز هي أقرب إلى الناموس والكاس يلمع وبعض العيون تدمع وصالح بالفوز يطمع. ولكن بودخيل الله يتقدم يتقدم في هذه اللحظات أحمد بن دخيل الله البلوي وموجة ما زالت مع منافسة هذا الشوط مع المركز الثالث. يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي قادمة في هذه اللحظات أماني 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 وموجة تحركت تحركت صاحبة الإنجازات تحركت صاحبة الصولات والجولات. يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي انطلق في هذه اللحظات نايف بن عودة الحويطي في مهرجان الشاهنية وفي أغلى المهرجانات تنطلق في هذا الشوط ومقرن بن أحمد الرضا من يرشح. ولكن هنا القادمة هنا القادم سلام
سلاب سلاب وعبد الرحمن بن عبد الله البلوي من يقدم لنا سلاب ووزن قادمة وأماني أماني وأيضا أيضا قراعة تتقدم مع المركز الخامس ولكن موجة موجة بإنجازاتها موجة ببطولاتها يا بوي يا بوي يا بوي يا بوي موجة في هذه اللحظات تقتحم الكيلو الأخير الكيلو الكبير والخطير رغم الترشيحات ورغم الطموحات ورغم آمال الجميع ولكن موجة موجة يا موجة انطلقت وسلاب سلاب سالب الفوز سالب الناموس سالب الكاس الكاس يا سلاب الكاس يا موجة الكاس يلمع 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 هو موجة موجة ما زالت مع مقدمة الشوط ونايف بن عودة الأحوطي روح يا أبو عودة روح روح إلى الناموس روح إلى الكاس الكاس الغالي الله الله نايف بن عودة الأحوطي من يقدم لنا موجة من يقدم لنا موجة بالشعار البرتقالي والأخضر يتقدم في هذا الشوط ومهرجان الشهانية ومهرجان الشهانية ولكن الكاس مع موجة الكاس مع موجة موجة مع الكاس 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 يا ابن عودة الكاس تستاهل الكاس تستاهل الكاس وتستاهل التحية تحية 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 لمالكي موجة نايف بن عودة فعلها والكاس معك معاك يا الحويطي الله الله المركز الثاني وصل سلاب وعبد الرحمن بن عبد الله البلوي المركز الثالث الأرقب أحمد بن دخيل الله البلوي ورابعا وصل ناصي وتوفيق بن عبد الله البلوي وخامسا وصلت قضاعة للشيخ عارف بن معوض الإجهني هكذا موجة فعلتها واقتنست الكأس الأول في هذا المهرجان مهرجان الشهانية التوقيت الزمني ولحظات وصول الشهانية إلى خط نهاية 9:49 23 جزء من الثانية تانينا وألف مبروك.